السلام عليكم وجمعة مباركة إن شاء الله. اليوم نعاود نولي الملعب خمسة جولية للوقوف على الأشغال نتاع وضع الكراسي، عملية تاع وضع الكراسي في المدرجات السفلى، وهي كلها بيضاء على كل حال. إذا ونشوف هنا، حضرت الصور هذه تبان باللي العملية راهي ماشية، حتى ولو عندي بعض التحفظ على العملية تاع وضع هذو لي سيبور ميتاليك هذويا، شوية أنا لا أحبذ هذا يعني الطريقة لوضع الكراسي. كان الأجدر أن تعرى مباشرة فوق، حتى ولو على بالي عندما توضع فوق الإسمنت مباشرة، فيها عملية تاع الصيانة تاع تنقية الكراسي من تحت، حتى ولا ربما كان ممكن الحديد هذا ينحط فوق الإسمنت ثم توضع له الكراسي من فوق الحديد، تكون فراغ تاع 5 سنتيم ولا مليحه. اما كما راهي بطريقه هذه لا اظن انها الطريقه هذه مجديه. المهم ان العمليه راهي ماشيه، ونخليكم تشوفوا الصور هذو اللي يعودوا الاسبوع هذا، اخر اسبوع هنا تاع العمليه تاع وضع الكراسي هذه. والسلام عليكم.